السلام عليكم. النهاردة هنكمل الموضوع اللي احنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت وخدنا عليه حبة أمثلة، اللي هو موضوع الـ experiments. المرة اللي فاتت كان واضح إن الموضوع ظريف، بس ما كانش ليه قاعدة معينة، أو ده اللي كان بيبدو ليكم. المحاضرة بتاعت النهاردة بقى هتخلينا نعرف إيه الطريقة العلمية اللي نقدر نتبعها عشان نعرف نحل المسألة بتاعت الهومينج اكسبيرمنت او الديستينكشن اكسبيرمنت اللي احنا خدنا رتوش عنها في اخر المحاضره المره اللي فاتت. هنتكلم عن حاجه اسمها uncertainties، هناخد كذا نوع من التريز، هنرجع تاني على الحاجات اللي خدناها المره اللي فاتت بتاعه الهومينج والديستينكشن اكسبيرمنتس بيزد على الطرق اللي هناخدها النهارده. اول مصطلح عايزين نبتدي نفكر فيه حاجه اسمها uncertainty. يعني ايه uncertainty؟ يعني اللي انت بتبقاش واثق من الإجابة بتاعتك أو واثق من الستيت اللي انت موجود فيها حاليا. بمعنى لو انا اديتك الماشين دي وقلت لك ادي ماشين في ايديك، هي فور ستيت ماشين، هل تقدر تقول لي انت في انهي ستيت؟ لا مش هتقدر، عشان انت لسه ما عملتش حاجة. انت تقدر تقول لي هي في uncertainty ما بين A او B او C او D، يعني انت متحير هي في ال A ولا في ال B ولا في ال C ولا في ال D. فالموضوع ده بنسميه initial uncertainty، دي الحيرة المبدئية اللي عندك اللي انت بادئ فيها، وبترمز لها باللي انت بتحط الستيتس اللي انت محتار ما بينهم ما بين قوسين. طب بعد كده انت بتعمل سيمبل، بتقول والله انا هحط input 0 وهيطلع منها output يا 0 يا 1. فساعتها ال uncertainty بتاعتك، الحيرة بتاعتك بتختلف شوية، تقول والله انا كنت محتار ما بين A و B و C و D، دلوقتي هبقى محتار ما بين A و B و C مثلا، او هكون محتار ما بين A او B و C. وده مثلا لو انا هنا هدخل input 0، فساعتها ال uncertainty بتاعتك هتقل. بدل ما انت كنت هتبقى محتار ما بين A و B و C و D، لو دخلت 0 هتبقى انت محتار ما بين ال A وال B و C بس. فده uncertainty الجديدة اللي انت فيها، فده بنسميه zero successor of initial uncertainty. يعني zero successor عشان انت دخلت input zero للي انت uncertainty اللي انت كنت فيها من شوية، اللي هي كانت four state uncertainty، كنت متحير ما بين اربع حاجات مختلفة. طب لو دخلت one ساعتها هتبقى محتار ما بين انت في ال A ولا في ال B ولا في C ولا في ال D، عشان كلهم بيطلعوا نتيجة الستيتس اللي انت موجود فيه. فهنا بتقول والله ال one successor of initial uncertainty هيبقى uncertainty برضو اسمها A و B و C و D. خد بالك اللي هنا احنا ما فكرناش في الاوتبوت، يعني المثال ده بالقصد انا قايل لك اللي احنا هنهمل الاوتبوت خالص وخلينا نفكر في ال uncertainty اللي احنا هنبقى فيها بس. انت كنت بادئ ب A و B و C و D متحير ما بينهم، دخلت لها 0، حيرتك قلت شوية وبقيت ما بين A و B و C بس، لكن لو دخلت لها 1 هتفضل محتار عشان انت ممكن الستيتس دي توصلك لبرضه لأي واحدة من الستيتس الأربعة التانية. طب ما ندخل الأوتبوت معانا، لو احنا دخلنا الأوتبوت معانا الحيرة بتاعتنا هتقل شوية. فمثلا لو انا هبتدي ادخل الأوتبوت هبتدي اقول بدل ما انا في uncertainty اسمها A و B و C و D، لأ انا هبقى في uncertainty مختلفة اسمها سي سي بي، عشان انت دول التلاتة ستيتس اللي انت محتار ما بينهم في لو طلعوا اوتبوت زيرو. او uncertainty اسمها ايه؟ هو صحيح اللي دي مش uncertainty قوي عشان انت محتار ما بين ستيت واحدة، فهي اكيد هتبقى هي الواحدة دي، عشان انت مثلا بتختار هي ايه ولا ايه، ما هي ايه يعني، هي ايه هي الستيت الوحيدة اللي بتطلع 1. لكن في الـ uncertainty دي انت محتار ما بين هي سي ولا سي ولا بي، في عندك اتنين سي ممكن يطلعوا لك ويدولك صفار، او بي تطلع لك صفر، فعشان كده بنسميها الـ uncertainty دي. او لو دخلت لها 1، المرة اللي فاتت لما كناش بن observe الـ output كان بيبقى عندك هل انت في الـ A ولا في الـ B ولا في الـ C ولا في الـ D، فكانت الـ uncertainty ثابت، لكن هنا احنا بن observe الـ output فنقدر نقول انا حيرتي اتغيرت دلوقتي، بقيت انا محتار ما بين هي A ولا D ولا C ولا هي B، عشان ال B هي الحاجة الوحيدة اللي هتطلع 0، لكن ال A وال D وال C كلهم هيطلعوا
وانز. بالشكل ده احنا ما بنسموهوش uncertainty، بنسميه uncertainty vector. ليه vector؟ عشان فيه multiple elements، فده بنسميه uncertainty vector. يبقى uncertainty vector هو عبارة عن collection من uncertainties اللي موجودين مع بعض. برضو ناخد بالنا اللي هنا احنا رغم اللي هو C مكرر مرتين بنكتبها برضو في uncertainty element بتاعها. يبقى الـ uncertainty vector هو collection من الـ uncertainties. في special case من الـ uncertainty vector اسمها trivial uncertainty vector، بيكون فيها واصل لـ uncertainty elements كل واحدة فيهم فيها state واحدة بس، يعني أنت بتكون وصلت للـ certainty، يعني أنت بتبقى واثق اللي هي دي بقت خلاص في الـ A، واثق اللي دي بقت في الـ B، واثق اللي دي بقت في الـ A، واثق اللي هي في الـ D. ممكن ميبقاش كل الـ states باينة هنا، بس أنت بتبقى ده واثق ان كل element فيه state واحدة، ده اسمه trivial uncertainty vector، فعشان كده اسمه trivial، منطقي يعني. في بقى uncertainty vector تاني اسمه homogeneous، وده اللي بيكون فيه واحدة من ال elements فيها ال state نفسها مكررة مرتين، يبقى بيبقى vector برضو، بس بيبقى كل واحدة فيه فيها يا state واحدة يا state مكررة مرتين، فده اسمه uncertainty vector، عشان في هنا AA و B لوحدها و C. طبعا كل قوس بيرمز ل output مختلف نتج عن ال input sequence اللي انت دخلته للتجربة بتاعتك. نيجي بقى لأول طريقة عشان نعرف نحل بيها ال experiments أو ن construct بيها ال experiments بتاعتنا. اللي شايفين قدامنا ده حاجة اسمها successor tree، بتشرح الـ uncertainty vectors والعلاقة ما بينهم وما بين بعض. بمعنى أنا ببتدي في الأول خالص بـ uncertainty vector طوله واحد في كل الـ states بتاعتي، فدي بداية التجربة. طب لو أنا خدت زيرو إيه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل إن أنا الـ uncertainty بتاعتي دي تتفك لاتنين uncertainty، واحدة اللي أنا uncertain اللي انا في ايه ولا فين، بس هي طبعا دي عشان انا uncertainty of single element معناها اللي انا certain انا واثق اللي انا في ايه، و uncertainty تانية اللي انا هل في بي ولا في سي ولا في سي. وده واضح من هنا ال A اتفكت لوحدها عشان هي بتطلع different output زي التلاتة states التانيين، فيبقى انا كده يا دي يا دي. طب لو طلعت 1 هتتفك ال uncertainty A C D اللي هما التلاتة اللي بيطلعوا ones و uncertainty اللي هي b. طيب لو انا استمريت وكملت بالشكل ده واديت زيرو، ال a هتروح لل c وال b c c هتروح ل a a و c، عشان ال b c c ال b هتروح لل c وال c هتروح لل a وال c التانية هتروح لل a، فينتج عنها ان ال A هتطلع لوحدها وال C هتطلع لوحدها، عشان ال C طلعت output 0 لكن ال A طلعت output 1. فهنا هيبقى عندي ال uncertainty اللي اسمها C عشان ال A الاولانية، و B عشان ال و C التانية عشان ال B دي، وال C C عشان ال A A اللي موجودة عندنا. طب افرض جاي اديتها 1، لو اديتها 1 وانا عندي A يبقى هتروح ل D اللي هي دي، و B C C هتروح ل A و B B، ال A لوحدها نتيجة ال B وال B B نتيجة ال C C اللي طلع عندنا، فدي هنا عندنا 1 وهنا عندنا 0 فنتج عنها اللي هي اتفكت لل uncertainties دي بنسميهم ايه؟ دول بنسميهم homogeneous uncertainty vector. طالما اللي انت وصلت الـ homogeneous uncertainty vector يبقى انت تقدر تديفاين uniquely الـ final state. ازاي؟ عن طريق اللي انت لو اديت التجربة 0 0 قطعا هيبقى فيه different output لكل طابل من الطابلز دي، يعني ده اكيد output مختلف عن ده عن ده. طبعا الـ tree هنا مش بترفلكت ومش بتبين ايه الـ output ده، بس كون اللي اتفصل والاقواس مختلفة ده معناه اللي فيه output فعلا قدر اللي هو يفصلها لك عن بعضها.
الترتيب مش مهم، يعني ممكن احط سي في الاول وايه وايه، يعني دي متروكه ليك وانت بترسم زي ما انت عايز. طيب لو اتجهت بالاتجاه التاني، ال A C D وال B، ايه اللي هيحصل فيهم؟ ال A C D لو اديت لها 0 A و C و D، خبي كده بايديك ال B وشوف اللي هيحصل في ال A C D. اللي هيحصل في ال A C D اللي هي ال C وال B هتبقوا لوحدهم، وال A هتروح لمين؟ ال C هتروح لل A وال B هتروح لل C، فعشان كده هينتج عنها ال uncertainty طابل ده. لو انت استمريت واديت لده 0 ال A هتروح لل C وال B C هيفكوا، كل واحدة هتطلع uncertainty فيها element واحد اللي هي ال C وال A، وال C اللي في الآخر هتطلع لك A، فهتلاقي نفسك وصلت لكده. لو اديت لها 1 هتلاقي ان ال A بتروح لل D وال B C هتفك، هتبقى واحدة A وواحدة B، وال C اللي هنا هتفك وهتبقى هي مش هتفك، هي كده كده هي واحدة، فهتروح نفسها تلاقي نفسها في ال B، فهينتج ال uncertainty vector ده اللي هو هنا trivial uncertainty vector. منين ما يطلع لك trivial uncertainty vector يبقى انت مبروك قدرت تعمل distinguishing experiment. يعني ايه distinguishing experiment؟ يعني اللي خلاك تقدر تحدد uniquely الحاجة اللي في الآخر، تقدر انت بالراجع تحدد ال initial state بتاعتك. يبقى انا لو طلع لي homogeneous يبقى انا ده معناه ان انا اقدر احدد ال final state، لو طلع لي trivial يبقى انا بالراجع كده اقدر ايه، اقدر احدد الستيت اللي هي في الاول خالص. وكذلك ممكن نعمل نفس الحكايه يعني. عايزين بقى ناخد كام ملحوظه كده على الموضوع بتاع السكسيسور تري. الملحوظه الاولى ان كل ليفل او كل سكسيسور لازم يبقى على الاقل او اكتر في elements اكتر من اللي قبله. يعني مثلا لو ده في 2 element، ده مثلا هنا في 1 element، اللي بعده لازم يبقى فيه يا 1 element يا 2 elements. يعني شايف دي بقت ادي اول element ودي تاني element، اللي بعده يا يبقى فيه 2 elements يا يبقى فيه 3 elements او اكتر او 4 elements. فهنا مثلا دي طلعت ايه، دي طلعت هنا element التاني التالت، وهكذا نفس الحكايه هنا، دي كانت 2 elements بقت 3، يبقى على طول الليفل اللي بعده فيه على الاقل نفس العدد بتاع الاليمنتس اللي قبليه او اكتر. هنا انا بتكلم على العدد مش عدد الرموز، بتكلم على عدد الاقواس. عدد الاقواس في كل ليفل بيبقى على الاقل قد اللي فات واكبر منه، فده معناه ان كل شويه التكستري بتفك حاجات، بتزيق الانسرتينتي بتديزولف وتبقى ايه، بتبقى سيرتينتي ات سام ليفل. دي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه اللي انت لما تيجي توصل لهوموجينيوس انسرتينتي فيكتور انت مش محتاج تكمل، عشان كده كده الهوموجينيوس عمره ما هيفيدك في حاجه. ال AA دول هل هم هيوصلوك لحاجه؟ ما ال AA خدت 0 هتوصل ل CC، خدت 1 هتوصل ل DD، فخلاص بدل وصل عندك هوموجينيوس هيطلع هوموجينيوس اخوه بعد كده، ونفس الحكايه هنا. فالهوموجينيوس لما توصله بتقف، طبعا التريفيال اكيد لما بنوصله بنقف، عشان يعني هنستفاد ايه لما نكمل تجربه بعد كده. طيب نيجي بقى نطبق الكلام ده او نطبق التول الظريفه اللي احنا خدناها دي على الاكسبيرمنتس الثلاثه اللي احنا خدناهم، اللي هي مثلا الهومينج اكسبيرمنت. الهومينج اكسبيرمنت نراجع كده، كانت فكرتها ايه؟ فكرتها اللي انت عايز تعرف الفاينل ستيت بتاعتك، فاحنا عايزين نحدد الفاينل ستيت. زي ما لسه قايل تقدر تحدد الفاينل ستيت لو قدرت توصل لهوموجينيوس هوموجينيوس انسرتينتي فاكتور. فتعال نجرب المثال ده، عايزكم كده توقفوا الفيديو وتجربوا ترسموا السكسسور تري بتاعت الشكل ده. تعال نجرب نكتبها مع بعض. ده الشكل بتاعها، ده السكسسور تري بتاعها. السكسسور تري لو خدت 0 هتفك ل بي اي، هما دول الوحيدين اللي بيطلعوا 0، ودي دي بيطلعوا 1. لو خدت 1 كل ال A B C D هيروحوا ال A B C D، يبقى انت وكلهم هيطلعوا 0، يبقى هنا خلاص السكه قفلت، ما فيهاش معنى خالص ان انت تقعد تكمل التري اذا كان نفس النود ظهرت لك تاني قبل كده في ليفل اعلى، عشان ده معناه ان انت التري اللي قدامك دي هتتكرر تاني تحت. فيبقى الحل اللي انا اكمل في الشكل في الجنب ده، كملت في الجنب ده اديت لها 0 A B، اديت لها 0 بقت A B برضه، ال D D اديت لها 0 بقت D D برضه، خلاص ال هنا ظهرت لي هنا، مش لازم ان انا اقعد اكمل وراها.
طب امشي في الاتجاه ده اللي يمكن يبقى فيه امل. بي دي وهنا وهنا سي سي اديت لهم زيرو، البي والدي فكوا عشان هنا دي بتطلع زيرو ودي بتطلع 1 ففكوا الاي دي، والسي سي اديت لها زيرو طلعت دي دي، مبروك. يبقى احنا كده قدرنا نوصل في اللقطة دي لهومينج اكسبيرمنت عن طريق 0 1 0. طب لو ادينا لها 1 هلاقيها وصلت لي ل اي اي وبي سي. الاي دي نتيجة السي سي، والبي دي لما اديت لها 1 هتلاقي نفسها وصلت للبي سي وكلهم زي بعض، يبقى ما هي مفيش امل. دي ممكن بعد كده تفك والبي سي يتفرقوا عن بعض، زي مثلا لو اديت لهم 0 هيفكوا، هيبقى البي سي هيفكوا لايه لوحدها ودي لوحدها، بس اكيد التجربه الاقصر هي اللي هناخدها، فيبقى انا هاخد التجربه اللي هي عباره عن 0 1 0. يبقى 0 1 0 ده الهومينج سيكونس بتاعي. عشان ابتدي اعمل بقى التجربه فعلا واقول خلاص دي تجربه الناس تبتدي تستخدمها، بروح قايل والله الانيشال ستيت بتاعتي اي بي سي دي، وادي ده الهومينج سيكونس 0 1 0، وبعد كده ابتدي ابلاي. اقول والله الاي لو خدت 0 1 0 هتطلع 0 0 0، دي تجيبها عادي من الستيبل من التيبل بتاعك، وبعد كده تمسك كل الستيت تدخلها الانبوت بتاعك وتطلعها الاوت. قطعا كده هتلاقيهم كل دول مختلفين عن بعض في حالة اللي هم طلعوا هنا حاجات مختلفة، بمعنى ان مستحيل مثلا تلاقي 101 وهنا مطلعة دي ومطلعة بي هنا، طالما الاتنين هنا طلعوا نفس الاوتبوت يبقى لازم الفاينل ستيت تبقى هي هي، عشان الهدف من التجربة دي اللي الناس هتدخل 010 وتوبزيرف الاوتبوت عشان تقول لك والله الفاينل ستيت هي قطعا هتبقى كذا. فمش منطقي اللي انت تقول له 010 ويطلع لك مثلا هنا نفس ال تديله 010 كانبوت ويطلع لك هنا نفس الاوتبوت وفي نفس الوقت تلاقي نفسك ايه مش عارف تطلع الفاينل ستيت. فعلى طول بتلاقي الاوتبوت اللي هنا بيقابله نفس الستيت، فهنا عندنا 101 هنا دي، يبقى هنا 101 لازم برضه تطلع دي. فده يبقى ايه؟ ده الهومينج تري تايب. ده المثال اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، عايزكم تراجعوه كده. ده شكل السكسيسور تري بتاعتها. الفاكرين المثال ده كان بيطلع ايه؟ كان بيطلع ان الجزء ده هو الهومينج تري لما احنا قلنا 00 و 01، والجنب التاني لانها بقى ياخد ايه؟ بقى ياخد اطول، حل اطول شويه. يبقى هنا المساله دي عندها اتنين هومينج سيكونس، يبقى مش شرط الهومينج سيكونس يبقى يونيك، ممكن يبقى اكتر من هومينج سيكونس. الجزء طبعا اللي تحت ده مش محتاجينه، طالما اللي انت طلع لك هومينج سيكونس بالشكل ده، صحيح اللي ده هومينج سيكونس برضو، بس هومينج سيكونس ده نتج عن طريق 3، لكن الهومينج سيكونس ده نتج عن طريق 2 انبوتس بس. ناخد حاجه تانية اللي هي السينكرونايزيشن اكسبيرمنت. السينكرونايزيشن اكسبيرمنت دي مختلفه عن الهومينج سيكونس في حاجة، اللي أنا هنا مش بحتاج اللي أنا أراقب الأوتبوت خالص، هنا أنا بكون عايز أوصل للفاينل ستيت من غير ما أعرف الأوتبوت بتاعي، يعني دي بتبقى اكسبيرمنت أصعب من الاكسبيرمنت الأولانية، اللي أنا عايز أعرف إيه الفاينل ستيت من غير ما أوبزيرف الأوتبوت. فنتخيل كده هيبقى التري شكلها عامل إزاي، شبه التري اللي فاتت بس من غير اوت. طب يعني ايه من غير اوتبوت؟ الاوتبوت هو اللي كان بيفصل لك ال التريفيال ستيتس عن بعض، سوري اللي كان بيفصل لك الانسرتينتي فيكتور عن بعض، فهو اللي كان بيقول لك والله تبقى كده او كده. لكن في الحاله دي احنا الانسرتينتي فيكتور هيفضل في اليمنت واحد على طول زي ما احنا شايفين هنا، يعني هنا انا مش هراقب الاوتبوت، فده معناه ان الانسرتينتي فيكتور مش هيتفصل لقوسين، هيبقى هو قوس واحد بس. فهنا ال A B C D خدت 1 يبقى هي هتطلع ايه؟ هنا في الحالة دي خبي كده بإيدك الأوتبوت خالص واهمله، ويبقى أنت بس بتفكر في شكل القوس ال elements اللي هتفضل في القوس. وطبيعي هنا برضو مش هنحتاج اللي احنا نكرر نقول دي دي وبي بي وسي سي، مش هنبقى فيها حتة الهوموجينيس واحنا بنكرر نفس الستيت، هي هي اللي احنا هنعمله اللي احنا هنشوف في كام في ايه الستيتس اللي احنا نوصل لها. فاللي انا هعمله هنا اللي انا A B C D خدت 0 هتروح ل A B D زي ما احنا شايفين، خدت 0
ال A B D هتبقى ايه؟ A B D هتبقى A B D برضه، يبقى ملهاش معنى. طيب خدت 1، تعال نتفرج معانا. A B D خدت 1 هتلاقيها وصلت ل B C D. طيب خدت 0، الحمد لله قلت شوية. ال B C D لو خدت 0 راحت لل A D على طول. الأمل في اللي احنا ايه، نوصل في حاجة زي كده، نوصل في حاجة فيها تكرار. لما يوصل حاجة فيها تكرار يبقى الأربعة بيبقوا ثلاثة، والثلاثة بيبقوا الاثنين، ويا رب إن شاء الله نلاقي الاثنين بقت واحد، وده اللي احنا بنوصل له في الآخر في الاستيت ده. زي ما انتم شايفين هنا التجربة أطول. طب ليه التجربة أطول؟ عشان هنا في حاجة زيادة كانت متاحة لنا قبل كده، اللي هي براقب الأوتبوت اتشالت. اللي هي إيه؟ اللي هي كنت براقب الأوتبوت، دلوقتي ما بقدرش أراقب الأوتبوت. دلوقتي كده عمياني هتقول للشخص دخل لها، دخل التجربة دي 0 1 0 1 0، هتلاقي الدايره بقت دلوقتي في الدي. فطبعا دي تجربه اجمد من الاولانيه. الاولانيه كانت تقعد بقى تقول له راقب ده واعمل ده، بس طبعا ايه، بس اطول. وعشان كده السينكرونايزيشن تري مش شرط تبقى موجوده عند كل الماشينز، مش كل الماشينز عندها سينكرونايزيشن تري. فيبقى السينكرونايزيشن سيكونس بتاع المساله دي هو 0 1 0 1 0. الحاجة اللي عايزين نتكلم عنها بعد كده اللي هي distinction sequence. زي ما قلنا قبل كده distinction sequence اللي احنا عايزين distinguish ال initial stage، ال initial state بتاعتها. فاحنا عايزين نفرق ما بين انه initial state كنا فيها قبل ما نعمل التجربة. هنعمل نفس الطريقة اللي احنا عملناها قبل كده، ونبتدي نشوف ال successor tree ازاي نقدر نجيب بيها distinction sequence. هنراجع كده، اي distinction sequence هو homing sequence، عشان زي ما شفنا في المثال اللي خلاك تعرف توصل لل initial state وتقدر ت identify كل state، ومعاك ال input اللي خلاك تعرف ت identify الكلام ده، واكيد معاك ال output عشان هو ده اللي هيعمل له observation ال user اللي هيستخدم ال experiment بتاعتك. فخلاص، فانت تقدر تحدد ال final state بتاعك، وبيقول لك بتعرف تحدد الفاينل ستيت، يبقى انت تقدر تعمل هومينج سيكونس. فعشان كده اي ديستينكشن سيكونس هو هومينج سيكونس. بس هل هو احسن هومينج سيكونس؟ مش شرط، ممكن يبقى فيه هومينج سيكونس احسن منه، زي ما شفنا في اول مساله خدناها خالص المحاضره اللي فاتت، اللي هو كانت الهومينج سيكونس باتنين سيمبلز، لكن الديستينكشن سيكونس بتلاته سيمبلز. في حاجه مهمه برضو عايزين نقولها، زي ما مش كل الماشينز عندها synchronization sequence، برضو مش كل الماشين عندها distinguishing sequence. هنعمل نفس اللي احنا عملناه ونعمل برضو successive tree. ده ال successive tree بتاعت المسألة اللي خدناها المحاضرة اللي فاتت. هنا احنا بنكون محتاجين نعمل distinguishing، يعني عايزين نفرق هي انهو state اللي كانت عندنا قبل كده. فده يستبعد البرانش ده والبرانش ده، عشان هنا في homogeneous uncertainty vector، فمعناه اللي فيه اتنين اتقابلوا وهيفضلوا مندمجين مع بعض، والاتنين اتقابلوا اللي هنا كانوا ال A وال B، ال A وال B راحوا لل C وال C، فخلاص ما بتبقاش انت عارف هنا هي ال C دي بتاعت ال A ولا ال C دي بتاعت ال B، فخلاص باظت كده، مش محتاج اصلا تكمل بعد كده. يعني طالما اللي ظهر لك C و C هنا، حتى مش شرط توصل لهوموجينيوس سيكونس في الاخر uncertainty فيكتور، لا، بمجرد ظهور سي وسي عندك انت مش محتاج تعمل الجزء ده، الجزء ده خلاص باص، فاحنا نشيل الجزء ده، بتقف في التري عند هنا بس، طالما اللي فيه سي وسي. طالما اللي هنا لسه بقى متفرقين يبقى تكمل. فهنا هنكمل وهنلاقي اللي كل دول طلعوا distinction sequence 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1، كل دول distinction sequence، واحنا اللي خدناه المحاضرة اللي فاتت كان 1 1 1. يبقى distinction sequence بعرف ألاقيه لو قدرت أوصل في الآخر ل trivial uncertainty vector. وهنا المسألة دي عندها أربعة distinction sequence، بنختار أي واحد فيهم ونروح هو ده يبقى الحل بتاعنا، ونعمل له التيبل بتاعه اللي نقول دي initial state، ده ال expected output المفروض يحصل فيه، ودي الفاينل ستيت بتاعتها. لو الاوتبوت ده طلع لك نتيجة الانبوت ده، يبقى الانيشال ستيت كانت كذا والفاينل ستيت كمان كانت كذا، وده اللي احنا بنعمله هنا. الموضوع بيبقى تريفيال خالص على اللي انت بتروح حاطط
ال A B C D وحاطط اي ديستنجوش سيكونس من الاربعه اللي طلعوا لك، وبعد كده تتبعه كده، ويبقى ده الشكل الديسكريبشن للاكسبيرمنت بتاعتك. ده بديها لاي يوزر واقول له ابلاي 111، لو طلع لك كذا يبقى الانيشال ستيت بتاعتك كانت كذا، لو طلع لك كذا الانيشال ستيت بتاعتك كانت كذا، لو طلع لك كذا يبقى الانيشال ستيت بتاعتك كانت كذا، زي ما شايفينها. في بقى حاجه انتم ملاحظين، اللي انا ممكن اقدر احدد الانيشال ستيت من غير ما اقدر، من غير ما احتاج ان انا اعمل كل الديستنكشن سيكونس بتاعي. يعني مثلا لو انا ابلايت واحد وطلع لي زيرو، هل في حاجة اللي انا اكمل ولا ببتدي اعرف ان انا خلاص قطعا انا موجود في السي؟ طب لو ابلايت الواحد التاني وطلع لي زيرو، محتاج اكمل ولا يبقى قطعا اللي انا في الدي؟ فظهر من هنا في حاجة اسمها shortest distinction sequence، اللي انت ممكن يبقى عندك distinct sequence بس مش محتاج تكمله للاخر. مع الواحد تقدر تعرف تميز السي، والواحد واحد تقدر تميز الدي، والواحد واحد واحد هما دول اللي بتبقى مضطر لهم عشان تميز ما بين الاي والبي، ودي حاجة ظهرت لنا هنا. دي ما بتعتبرش adaptive experiment، دي برضو بتعتبر preset experiment، عشان انت مش بتعمل خطوة، انت بتوقف بس التجربة عند لقطة معينة، تقول انا مش محتاج اكمل عشان انا خلاص عرفت ال initial state بتاعتي هي كذا. يبقى كده احنا خدنا حاجة اسمها ال homing sequence، خدنا حاجة اسمها ال distinction sequence، خدنا حاجة اسمها ال synchronization sequence، خدنا حاجة اسمها ال short distinction sequence. أي مسألة ليها homing sequence، مش أي مسألة ليها distinction sequence، ومش أي مسألة ليها synchronization sequence. تعال نحل مع بعض المثال الأخير ده. في المثال ده عايزين نعمل distinction tree للمثال ده. طب ايه فرق الديستنكشن تري على السكسيسور تري؟ مفيش اي فرق، هي الفرق بس على الترمينيشن كونديشن، انت بتقف امتى في الديستنكشن تري. انا بقف عند اول ما الاقي هوموجينيوس انتري بدات تطلع لي، اول ما الاقي حاجه بدات تطلع لي سي سي بي بي اي اي، يبقى خلاص عرفت ان انا كده الدنيا باظت معايا ولازم اشوف برانش تاني. سيب لكم دقيقه تفكروا في المساله دي. طيب تمام، نيجي نحلها مع بعض. زي ما انتوا جربتوا هتلاقوا اللي مفيش distinction sequence للمسألة دي. المسألة دي لو عملت A B C D، الطرف بتاعت الزيرو هيطلع لك ال A B وال D D ينضموا مع بعض، يبقى كده باظت من هنا. لو اديت لها 1 هتطلع لك A B C D وهما كلهم بيطلعوا زيرو، يبقى باظت من هنا. يبقى باظت من هنا عشان انا مش عارف اطلع، لقيت النود دي هي النود دي، يبقى ما وصلتش لحاجه، وباظت من هنا عشان موضوع الهوموجينيوس. فده مثال على المسائل او على الحاجات اللي ما ينفعش يطلع لها distinction sequence. عايزين نبتدي نراجع مع بعض الجزء ده في كتاب شابتر 13.2 و 13.3. برضو في اثبات عايزكم تفكروا فيه، اللي اي preset homing sequence اللينس بتاعه at most n ناقص واحد كل سكوير. حاول تثبت النظرية دي باستخدام النظرية اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، فكر فيها، ولو عايز تراجع الحل بتاعك الحل موجود في الكتاب، اثبات بتاع النظرية دي موجود في الكتاب. برضو هيتبعت لك شيت 6 والحل بتاعه، حاول تمشي ايدك وتحل الشيت بنفسك. في نقطة مهمة بالنسبة لموضوع الشيتس، احنا بقينا دلوقتي ننزل لكم الشيت والسوليوشن بتاعه، لازم تحل الشيت بنفسك وبعد كده تراجع الحل بتاعه مع السوليوشن. ملهاش معنى خالص اللي انت تقرا الحل وتقول خلاص كده انا ذاكرت. يعني لو حد عايز يتعلم تنس او حد عايز يتعلم كورة، هل بيقعد يتفرج على ماتشات تنس كتير او ماتشات كورة كتير، ولا بيبراكتس بنفسه ويلعب تنس بنفسه؟ فالبراكتس دي حاجه ضروريه جدا عشان تتقن عمل حاجه معينه. محدش يقنعني اللي هو هيقرا حلول 6 7 شتات او هيقرا حلول 10 امتحانات عشان يعرف ينجح، لازم تجرب الحاجه بايدك. والمثال زي ما قلت لك، مفيش حد بيجرب حاجه بالفرجه بس، لازم تجرب وبعد كده تراجع الحل بتاعك مع شيتس. صحيح ده هياخد وقت اطول بس ده طبيعي، محدش بيبقى بيتعلم تنس ويبقى شاطر في التنس
غير لما يبتدي يتعلم ويتدرب ويتعب نفسه عشان يبتدي ايه، عشان يبتدي يتعلم ويعرف يتقن الحاجة دي. شكرا، واشوفكم المحاضرة الجاية.